مشروع العلب بتاعت محمد صلاح من أنجح المشاريع. اهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حرام. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. زيد النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام. انا بشكركم وبشكر كل اللي اشترك في القناة وهيشترك، انا بحبكم في الله. انا جاي لكم النهاردة بفكرة ومشروع حلو جدا جدا جدا. شغل محمد صلاح اتعمل كتير، هو اتعمل كتير على المشاريع، واتعمل كتير في على المشاريع كتير على النت، بس كل واحد وافكاره، كل واحد وايه يعني بيعمل ايه في الافكار اللي هو بيعملها او في المشاريع اللي هو بيعملها. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب العالمين، ويكرمنا ويكرمكم يا رب. ندخل في الموضوع ان شاء الله على طول. طبعا العلب احنا قلنا قبل كده اسعارها، ونقولها تاني، اسعار العلب دي تيجي بالمية. الوحيد اللي بيبيعها بالمية محمد، استاذ محمد المنياوي، الوحيد اللي بيبيعها بالمية هو استاذ محمد المنياوي. بتيجي على هيئة اشكال محمد صلاح، وتيجي على هيئة اشكال ايه اللي هي بتاعت بابجي دي. طبعا العيل بيشوفها بياخدها على طول. دي العلبة الكبيرة مش الصغيرة اللي احنا كنا عاملين قبل كده، العلب الصغيرة لا، دي العلبة الكبيرة. دي بتيجي بالألف، في ناس بتجيبها بالألف وفي ناس بتجيبها بالمية. احنا جايبين مية من عند أستاذ محمد. المية بكام؟ المية بخمستاشر جنيه. المية بخمستاشر جنيه يعني حاجة بسيطة جدا. ومعانا طبعا الدبور اللي قبل كده، الشغل كله القديم اللي قبل كده اللي كان معانا، الدبور الملون معانا، الشغل اللي هو الصغير ده اللي هو بتاع السمك والحاجات دي، ومعانا البلالتين، ومعانا اللعبة اللي زي الكوتشينة، ومعانا الخاتم، ومعانا الصفارة. ده شغل كله كان عندنا، يعني الشغل كله كان عندنا. ومعانا الساعة الجميلة دي اللي هي تنفخ، العيال بينفخ فيها تلف دي، اهي جميلة قوي. طبعا دي فيها مية، وأوقات بتيجي ميتين، بس في ناس بتبيع في كيس ميتين وفي كيس ميتين. نبدأ على بركة الله. معانا المصاصات دي بقى، الفكرة الجديدة اللي احنا هنعملها المصاصة اهي. نروح قافلين العلبة، بس نخلي بالنا معلش عشان الشغل ده كده ما يقعش. نروح قافلين العلبة اهي اهي. دي بابجي محمد صلاح، يعني هي مسمية اكتر محمد صلاح. بنحط في العلبة المصاصة اهي. المصاصات دي طبعا كانت عندنا بركة. بروح حاطين معاها لعبة، نحط معاها ايه مثلا زي ايه، دبور اهي، دبور. ممكن نحط معاها خاتم تاني اهي. يبقى كده معانا ايه، دبور وخاتم في قلب اللعبة ومصاصة. يعني هي كده كتير عليها كتير كده، بقت كتير قوي بجنيه، بس شغالة. بيحس ان انا بقول العيل بيفرح لما بيفتح يلاقي الالعاب كتير في قلب بتاعه، وملاقي حاجة ياكلها اهي. اشكالها كتير، وممكن يعني تفنن انت فيها في اشكال كتيرة. ادي مصاصاية برضك، مش شرط بقى مصاص، ممكن تغير ده. وادي الساعة، الساعة طبعا دي جميلة جدا اهي. الساعة محطوطة وتروح مقفولة. طبعا كل ده بيتباع بجنيه، العيل بيفرح بيه طبعا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسناش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بنقفل العلبة، ومتنساش اهم حاجة، ما تنساش تصلي على النبي. في بقى ايه معانا اللبان اهو، اللبانة. ادي بنحط اللبانة، ممكن نشكل بقى من الاشكال الصغيرة دي. ادي لعبة من دي، وادي صفارة، وادي خاتم اهي. تلات حاجات في قلب البتاعة اهي محطوطة، العيب بطل بياخدها بيفرح بيها. شكل الحاجات دي كلها، بيبقى تشكيل في قلب العلبة. العيل بيفتح بياخد العلبة. ادي فيها دبور دبور دبور، ومعاها مثلا دبور تاني اهو، وادي لبان اهي كده. لازم تشكل العلب دي، كل علبة او كل اتنين مبيبقاش فيها حاجة شبه بعض، بحيث العيل لما بياخدها الالعاب كتير كتير اوي ما شاء الله. العلبة تتقفل اهي، نحط فيها بتاع اللي زي الكوتشينة دي اهي، اللي زي الكوتشينة دي اهي، تتحط فيها برضك اهي، ومعاها البان اهي. في ناس تقولك ما تحطش لبان، لا انا بحط البان عشان افرح العيل. العيل ولا العيلة لما بتاخدها بتفرح بيها. ودي العلبة كبيرة، الاكياس اللي عندنا المقاس بتاعنا صغير،
بنعمل احنا ايه بقى؟ جبنا مقاسات كبيرة، لا اما بنحطش في العلبة 24 عشان هي العلبة الكيس مش هيشيل 24 بيتقفل، هنوريكم في الاخر برضك في اخر الفيديو ان شاء الله تتقفل ازاي. بنحط فيها 12، ال 12 بتتباع ب 10 جنيه، حلوة قوي قوي قوي. معنا هنا زي جسم زي كده، ده بتعمل ميدالية، بتعمل سلسلة، اه سيف بيتحط ومعاهم لبانة، اه الأشكال شكل الحاجات دي بتبقى جاية متشكلة، ده سكينة اهي، سيف سكينة، الحاجات دي كلها بتبقى جاية متشكلة. لو عجبك الفيديو متنساش بلايك وشير، ومتنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله مع قناتنا. انتظروا اخر الفيديو هنقول لكم او هنعبي لكم الحاجة ازاي في قلب الكيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبكم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشغل كله بعد ما اتعبى محمد صلاح وعبه بوجي ده ما شاء الله تبارك الله، الشغل ما شاء الله اتعبى اهو، يعني كله بكميات طبعا بتتباع ما شاء الله، شغلها حلو جدا وبتتباع حلو قوي اهو. احنا طبعا قفلنا برده، قفلنا في الكيس عشان نوريكم اهو، ده شكل تعبئه الكيس اهو بعد ما خلصت اهي، اتعبى فيها 12 عشان الكيس ده اتغير، اتعبى فيه 12 لان 12 بيتباع ب 10 جنيه. هنعبي كيس كبير تاني 24 ونوري لحضراتكم بردك عشان تبقوا معانا بردك ايه في الافكار اللي احنا بنعملها والمشاريع الصغيره من الشارع بين حارات باذن الله. وباذن الله يا رب ربنا يكرمكم ويوسع عليكم. انا بشكر كل الناس اللي راحت اشترت من عند استاذ محمد وشركه العوام وبتشكر فيها طبعا، في اماكن كتير انا مش شرط انت تنزل شارع بين حارات، في اماكن كتير تشتري منها، بس انا بكلمكم عن الناس اللي هي يعني كويس، الناس كلها محترمة وكويسين اللي هم في شارع بين الحارات. انزل انزل واشتري من شارع بين الحارات، في حاجات كتير جدا كويسة، وفي ناس عندها حاجات مش عند يعني محلات مختلفة، في محلات كتير مختلفة في شارع بين الحارات. هنوريكم الـ24 واحدة بعد ما نعبيها بردك اهو، ده كده الشكل بتاع الكيس لما يتعبى 24 واحدة. الـ24 طبعا حلو وشغله شغال، بيتباع بـ20 جنيه كده اهو، الـ24 واحدة دول بيتباعوا بـ20 جنيه للسوبر ماركت او البقالة. لو عجبك الفيديو ما تنساش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان يوصل حضراتكم كل جديد. ده الـ10 وده الـ24 اهو، وبقيت الشغل اهو زيادة لسه هنعبيه ان شاء الله باذن الله. وجزاكم الله كل خير، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبكم في رعاية الله ان شاء الله باذن الله.